دي ضروره طبيه، لكن صباع زائد مثلا في اليد او في القدم يجوز، لا يجوز، هو لم يسبب له ضرر او لم يسبب الم او خطر صحي، ما يجراش حاجه، ممكن يعني ان يزال. لاني وصلت الانسان لاصل خلقته. نعم، ربنا لما خلق، نعم، خلقنا كلنا بايه؟ بخمس صوابع. كان عندنا واحد يخدم كده في المعسكر في الكشافة زمان وأنا عندي 10 سنين، اسمه أبو ستة. ليه؟ لأنه صوابعه هنا ستة وصوابعه هنا ستة، وكنا نروح نقول له عم أبو ستة ورينا كده اللي في إيدك أنت إزاي ستة، ونعد واحد اتنين ستة، إيه ده حاجة غريبة. واحد وأبو ستة رحمه الله كانت إيديه مستوية، هما ست صوابع كلهم بنفس الطول، لكن لكن انت ما تعرفش، مش زي ده كده، مش طالع كده تمام بنفس الاستواء من الكف، لا ده يعني في الكف نفسه، بحيث ان هو لو طير السادس هيتشوه، سبحان الله، هيتشوه يعني الكف بتاعه عريض وكده، وكان طويل طبعا، انا صغير عندي 10 سنوات فهو كان طويل قوي، بس هو كان اطول من الناس اللي في المعسكر او في الحاجه دي. فخلقة الله كده، ده هيروح ليه يعمل ليه؟ ده هو فرحان ان هو اسمه ابو سته، وكان يلمنا حواليه كده هو يورينا ويخلينا نعد. نعم، وفرحان، هو متلائم او متوائم، مع مع هذا الامر، ولكن هناك من يستشعر انها فيها عيب او ما الى ذلك. ما هو مش حاله واحده، نعم مش حاله اكيد طبعا. احنا عندنا ايضا الولاد السيامي اللي هم التوأم السيامي الملتصقين، نعم، لازم ينفصلوا، والا يعني دي هتترتب. التوائم السياميه كان في توأمين ملتصقين ظهرهم ببعض وكبروا في سيام نفسها، مظبوط، واتجوزوا، وده خلف 7 وده خلف 6. طب هيخلفوا ازاي؟ هيجتمعوا مع ستاتهم ازاي؟ بيجتمعوا مع بعض، خلاص هو بقى شيء واحد. ولما مات الف مات بعديه به بحوالي 6 ساعات. نعم، الدورة الدموية اختلت وابتدت تتعب الدنيا، ولما تدخل هنا تلاقي تجلطات وبتاع. ماتوا الاثنين مساكين في يوم واحد، بس بينهم 6 ساعات. الحاجات دي كلها بتعرض على الفقيه، والفقيه بيقول انا اول حاجة ازالة الضرر المادي والنفسي فازالة الضرر ده اماطة الاذى عن طريق الناس. لا ضرر ولا ضرار، ده أصل الشريعة، الضرر يزال، ده أصل الشريعة، وليس بأنه قدر الله فيجب أن يترك كما أراد الله. ما ربنا ما قالش كده، ما قالناش كده، ما قالناش أن أنتوا لما يحصل ليك ضرر سواء كان خلقي أو سواء كان غير خلقي سيبوه سبهلالة، لا ما قالش كده، لو قال لاتبعناه، لكنه لم يقل.